مساء الخير للجميع، كيفكم اليوم؟ خبر بس واحد على السريع أصدقائي، إذا تم الاتفاق سيتم الإعلان عن أزمة اللجوء يوم 21 أو 25 أكتوبر المقبل حسب ما حاطين بالأخبار. إلى الآن يبدو أن إقراء خطة الطوارئ الخاصة باللجوء مو واضحة أصدقائي، وقالت وزيرة اللجوء فابر أن الدافع الداعم الذي طال انتظاره لقانون اللجوء الطارئ قد أصبح جاهزا الآن. ولما سألوها سؤال وزيرة اللجوء عن استكمال الإجراءات القانونية قالت لقد انتهى الأمر وأن خطة اللجوء قيد التفاوض. الخبر هون أصدقائي، طبعا أنا اختصرت الخبر للتفاصيل الزيادة، بتروحوا على الأخبار وبتروا كل التفاصيل. الله يسعد لك أوقاتكم أصدقائي، اللي عنده أي سؤال أي استفسار بخصوص هذا الموضوع بخصوص مواضيع تانية ما في عندي أي مشكلة، تراسلوني على الإنستغرام باسم باسل ستار، على اليوتيوب كمان اشتركوا واللايك أكيد لحتى يوصل لأكبر عدد ممكن من المتابعين. الله يسعد لك أوقاتكم حبايبي. أنتوا شو رأيكم؟ هل ممكن يعلنوا أزمة اللجوء مع أنه تم رفض هذا الشيء من قبل مجلس الشيوخ؟ ولكن يعني الخبر واضح مثل مو كاتبين بأنه ممكن يعلنوا أزمة اللجوء مرة تانية، يعني صاير شيء. بس أنتوا شو رأيكم أصدقائي؟ ولا ممكن يعيدوا الانتخابات؟ كمان اكتبوا لنا تحت بالتعليقات. الله يسعد لك أوقاتكم أصدقائي، ورح أذكر ثلاثة أسماء كالعادة: هدي الهوران، رورو إبراهيم، وحسين شرم. كل التحية لكل المتابعين، يسعد لي كل أوقاتكم.